السلام عليكم الزول في الاول، مرحبا بكم في صفحتكم وقناتكم اثاث الثقه. وكما راكم تشوفوا اليوم جبنا لكم العديد من الموديلات تاع لي طاطات اللي راهم بزاف شابين خاوتنا. قبل ما نبداو لا فيديو تاعنا، ما تنساوش ديرونا ابوني في الفيسبوك في اليوتيوب وفي الانستغرام باش تعرفوا كل جديد تاعكم خاوتنا، وفعلوا زر الجرس هكا باش يلحقكم دائما الاشعار هكا باش تعرفوا واش حطينا وقتاش حطينا خاوتنا. زين، نبداو على بركه الله بهذا لي موديل تاع لي طاطات. كما راكم تشوفوا كاين 5 كاين 2 اللي راهم نفس الموديل، يعني الاختلاف راح يكون في لا كولور تاع الكابيتوناج. نبداو لكم هذا لو موديل اللي بزاف رائع كما راكم تشوفوا فيه. زوج كراسا بلا لي زاكودوار، حاجه ما شاء الله. لا طابل تاعو راهي مخدومه اون بواتر بقاعده زجاجيه في اللون الاسود. اما بالنسبه للكرسي كما راكم تشوفوا القاعده تاعو راهي مريحه جدا، صدقوني غير راهي مريحه بزاف. والكابيتوناج تاعو كما راكم تلاحظوا راهو بالكري. لا فينيسيون تاع لاكودوار حاجه ما شاء الله كما راكم تشوفوا. لونكادرومون كامل اون بواتر من لي بي خاوتنا حتى لاكودوار الفوقاني. كما قلنا لكم كاين دو كولور، كان يعني اما تحبوه في الكري يا اما تحبوه في اللون الموف خاوتنا، في اللون البنفسجي الرائع. ونعاود نذكركم باللي الخشب راهو مخدوم كامل اون بواتر. السعر تاعو خاوتنا راهو ب 5 ملايين و800. ننتقلوا نشوفوا الموديل الثاني خاوتنا. كما راكم تشوفوا الطابله نفس التصميم، لا طابل خاوتنا نفس التصميم تاع الموديل الاول كما راكم تشوفوا. برك هذا الكراسه تاعو راهم ديفيرون خاوتنا، راهم في اللون الاسود حاجه ما شاء الله. لا طابل مازالها بقاعده زجاجيه في اللون الاسود. لي بيلا راهم مخدومين اون بواتر حاجه ما شاء الله. الكرسي كما قلنا لكم خاوتنا الكابيتوناج تاع القاده راهو اونغري وراهو مخدوم كامل اون بواتر، يعني لي بي ومام اظهر تاعو اللي راهو بالخشب الزين، يعني ما كاش كابيتوناج في ظهر. السعر تاعو كيف كيف راهو ب 5 ملايين و800. ننتقلوا نشوفوا هذا الموديل اللي بزاف رائع خاوتنا. كما راكم تشوفوا الكرسي تاعو بزاف اتيرون، يعني او فيه ديلام كما راكم تشوفوا. لي بي اللي راهم اون بواتر، القاده اللي راهي بلا كولور نوار حاجه ما شاء الله كما راكم تشوفوا. فيها ديزاكودوار هكا باش كي تقعدوا تحطوا يديكم وتضمن لكم الراحه التامه باذن الله تعالى. وكما راكم تشوفوا كما قلنا لكم في ظهر راح تلقاو ديلام حاجه الله يبارك خاوتنا اللي راهم مخدومين كامل اون بواتر ولا فينيسيو كما راكم تشوفوا فيها عن قرب. اما بالنسبه لا طابل تاعو خاوتنا كما راكم تشوفوا قاعده زجاجيه في اللون الاسود. لونكادرومون تاعها اللي راهو بالخشب خشب بزان. لي بي تاعها اللي راهي مرفوده على الارض كما راكم تشوفوا حاجه ما شاء الله. لا فينيسيون كما راكم تلاحظوا فيها الان في الصوره. اما بالنسبه للسعر تاع هاد لاطاطات راهي ب 5 ملايين و800 كذلك. ننتقلوا للموديل اخر، يعني اللي حبوا لي طاطات ستيل فوتاي خاوتنا نقترح لكم هذا الموديل اللي بزاف شباب كما راكم تلاحظوا. بلو ديزاين هذا اللي راهو بزاف رائع في التيسي تاعو، التيسي اللي راهو دائما بالانتطاش حاجه ما شاء الله كما راكم تلاحظوا. تصميم رائع جدا كما راكم تشوفوا. لي بي اللي راهم سوليد بزاف كما راكم تشوفوا خاوتنا. القاعده خاوتنا راهي جد مريحه كما راكم تشوفوا، ويجوا فيها دو جيتي هديه من محلكم اثاث الثقه. الطابله تاعو خاوتنا راح تلقاو نفس التصميم كما تاع لي فوتاي بقاعده زجاجيه شفافه من الفوق حاجه ما شاء الله كما راكم تشوفوا. التيسي كذلك هي مخدومه بالانتطاج حاجه ما شاء الله. اما السعر تاع هذا الموديل راهو ب 3 ملايين و800 خاوتنا. نتمنى يكون نال اعجابكم هذا الفيديو خاوتنا، نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. وما تنساوش دائما ديروا لنا جيم وادخلوا لنا اراءكم في التعليقات لان انا نقراهم كامل. نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله، وبعد الكلام سلام.